اهلا بكم، معكم سعيد السعدي. في هذا الفيديو غادي نحاول انني نوجز بحكم ان القضيه لا تحتاج الى كثير من النقاش والتحليل، وكيف تقول المثال ضرني خاطر شي شويه، ولا باس ان اتقاسم معكم بعض الهواجس. نتحدث اليوم على اليوتيوبرز المغربي المسمى بامين العولي. هو اليوتيوبرز اللي طالق انطلاقه صاروخيه وعرف كثير من وعرف كثير من الاهتمام على اليوتيوب والمتتبعين والمعجبين الى غير ذلك. هي البداية اللي لا يمكن الا القول عنها انها بداية موفقة وانتشار سريع، حيث ان السيد كور راسه في الصين وحاول انه يوضع نفسه على السكة الصحيحة اللي هي مكنته من كثير من المتابعين. لكن هاد المتابعين وهاد الانتشار لا يمكن الا ان نضعه تحت مجهر النقد، بحيث بعض الاحيان بل واكثرها يكون ذلك الانتشار وذلك الاعجاب عبارة عن فقاعات. واول ما يوجد هنا عند السي امين العولي هو تلك العناوين البراقة والرنانة والطنانة والجاذبة الى غير ذلك، ذلك البريق الذي في الاصل لا ليس خلفه اي ذهب الا الوان مصبوغة وغير ذلك، يعني الزيف. وتلك العناوين الطنانة والرنانة التي لا تصلح إلا للحلقة، بحيث أن الحلاقي يحاول أن يجذبك بكلمات طنانة ورنانة ونوع من السفساطة إلى غير ذلك. وكما قلت، أول ما نجد عنده حينما ندخل نكتب على مواقع التواصل أو على اليوتيوب الأمين العوني، نجد ذلك العنوان الذي يتردد كثيرا والذي استعاره من أحد المؤثرين التاريخ اللي ما قريتوش، كأن ديك السيد تتوقع انه يعطينا وثائق سرية وثائق يعني خطيرة. نجد انه ينقل كلام عادي سطحي، كلام الويكيبيديا، معلومات جد عادية يمكن لأي شخص منا بضغطة زر تصله تلك المعلومات واكثر. ما الخطورة وراء هذا الشيء؟ يعني إذا كانت معلومات فلا بأس بها أن ينقل لنا المعلومات. الخطورة أنه يكرر السطحية، يدعي بأنه العمق ويدعي بأنه يعني ينشر معلومة بينما هي سطحية، وفي ذلك تكريس لنوع من الاستغباء والسذاجة. وهو يستغل سذاجة أغلبية الناس ويستغل جهلهم ليكرس نوع من الجهل لذلك استغضاء الناس ولجلب الليفي الذي يستغلها على المستوى المادي والمالي. هذه قضية. القضية الثانية هي أنه زيادة على المعلومات المستهلكة والسطحية التي يستدرج بها الناس، أن الطريقة التي تحدث بها تلك البهلوانية والفهلوة، تلك الطريقة العبيطة وذلك المستوى الهابط من النقاش لا يصلح إلى المواضيع الفكرية والثقافية، ربما يليق ببرامج من نوع راشيد شو مومو وغير ذلك من البرامج التافهة. إنما حينما نريد أن نتحدث على المستوى الثقافي، أحيانا طبيعة الموضوع تحتم علينا طريقة التعامل مع تلك الموضوع ومنهجية التعامل مع ذلك الموضوع. قد يقول لي قائل بأننا في عصر المعلومة والإنترنت وتحتاج أن تكون المعلومة لايت والمتتابع هو متسرع، كل هذا صحيح، بل إن المستملحات والضحك هو ليس يجوز وفقط بل هو مطلوب. إنما هذا المستوى يعني الهزلي في حدود ممكنة وبضوابط ممكنة. مثلا ما يعرف بالدحيح الذي يقدم مستوى معين من العمق ومستوى معين من المصداقية المعلوماتية ومستوى معين من المعرفة يقدمها بطريقة ساخرة وناجحة، إلا أن هذا السيد يكرس الفهلاوة والغباوة والاستبلاد ويكرس السائد والعامي والملحق بتلك في تلك الطريقة أو في ذلك القالب الثقافي، وهو لا يمكن إلا أن يضر بالمعرفة ويضر بالثقافة. إذن كما قلنا بأنها معلومات مستهلكة، معلومات عادية، أصبح له كم ضخم من المتابعين، هذا يدل أن الأغلبية يعني تسترضيها تلك الطريقة البهلوانية وتلك الطريقة
الهابطة من نقاش. آخر مطاف لا يمكن إلا أن نقول بأننا في حاجة إلى مستوى، في حاجة إلى عمق نقدي وفكري.